can hit. The blue team has scored for the first. يا ايش هاد يا عمري يا ماهر يا عمري يا عمري الهيت شوت بس no mercy. بس رسميا مات الجوال فلازي اصلا بش يا عمري يا عمر ال 40 فريم يا اخوان قسم بالله من اللاقي اللي بالجوال اصلا ما عاد سيطرت عليه. السلام عليكم ورحمه الله، نكسب الصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بهذا الفيديو افضل واقوى حساسيه من ناحيه الهيت شوت والثبات للاجهزه الضعيفه لل 20 وال 30 وال 40 فريم جيروسكوب وبدون جيروسكوب. يا اخوان جبت جوال ريدمي نوت 12 يدعم 40 فريم وجربت الحساسيه عليه. بهذا الفيديو لعبت روم بشكل كامل بهذا الجوال، في اخوان من الضروري تشاهدون الروم عشان تشوفون هل الحساسيه فيها ضياع ام على ال 40 فريم او على الاجهزه الضعيفه. فاخوان شاهدوا الروم للاخير. كمان يا اخوان شاركت لكم الحساسيه والاعدادات بشكل كامل من هذا الجوال. فاخوان ما بطول عليكم اكثر، اتمنى دعم المقطع باللايك، المهم اشترك بالقناه كمان يشترك فضلا وليس امرا، الكل يروح يشترك بصفحه الفيسبوك الجديده لانه مثل ما ذكرت يا اخوان صفحه الفيسبوك القديمه للاسف اتهكرت. رابط الصفحه مثبته باول تعليق وكمان تلاقونها بالوصف. دمتم في رعايه الله، مشاهده ممتعه. بسم الله. طبعا يا اخوان مثل ما ذكرت جوال نوت 12 40 فريم. كل هيد يا اخوان ما شاء الله على الهيد، مثل ما شفتوا يا اخوان عم اثبت لكم ان الحساسيه نار ان شاء الله. كثير مدمج ذراعي. هذا لو كريزي تايم يا عمري يا كريزي. طبعا يا اخوان كريزي لعب 90 فريم. يوب طلقه شاني الحيوان. طبعا يا اخوان مسكت الجوال غلط، تعرفون يعني بعدين جوال اندر ويت. يا كريزي الحيوان. تعال تعال اشوفك الان القوي. طبعا يا اخوان بس كم قتله عشان يكون اتعود على مسكه الجوال. والله اكل كثير هيد. يا تعال تعال بشوفك اقوى ايم بالكل. مشو دخيل الله شلون بس. cover me target down. هذا بس اتعود على مسك الجوال شي كم قتله. cover me. لا 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 ورا الكفر دخيل الله 90 فريم. يا ايش هاد يا عمر يا ماهر. يا حرام. طبعا يا اخوان الجوال ابدا ما في شحن تقريبا شيء 20، كمان التصوير شغال الجوال صار نار. يا عمري يا عمري الهيت شوت بس.
اوف ريلودينج يا على هيتشات ما مات يا بيبي يا كريزي نو ميرسي يو شلون عملت ردة فعلي سعديني هاي 40 فريم مثل ما تشوفون يا اخوان والجوال ما في شحن والتصوير من الجوال والجوال يعني صاير سخن كثير ريلودينج والله لازم اشد نفسي يلا شوف يا اخوان يعني اصلا خده ما عنده تعال والله يا اخوان بشد على حالي ريلودينج نايس شوت يا اخوان الجوال مات رسمي الجوال قسم بالله فطس شوفون يا اخوان مات ما عاد يتحرك الايم وربي يا اخوان مات الجوال من اللاج ما عاد عرفت العب يعني اول ما لعبت اوكي ممتاز بس مسلسل نو ميرسي بس رسميا مات الجوال ماهر اشرد اخوي عامر فلازي اصلا بش يا عمري يا عمر الاربعين افهم يا اخوان قسم بالله من اللاج اللي بد جوال اصلا ما عاد سيطرت عليه ورقم اللاج يا اخوان ما شاء الله شي نار قسم بالله طبعا يا اخوان ما حطلع الكريزي لانه حيبعرني اصلا free for the blue team. اخوان نفس مشيت البوت انا. يا عمر الكريد واحد. cover me. البري فاير هذا البيض. the red team doesn't have a lot of time left. مات الجوال مات. الجوال مات رسمي. لك اي جامب ماهر دخيل الله الجول ما بيتحرك اخر قتله cover me يا حمار red team victory عاد طبعا يا اخوان كريت زكيت 90 فريم وانا لساتني ماسك الجوال الجديد مثل ما تشوفون مسكت الجوال تختلف عن الايفون تماما متعود على مسك الجوال يا اخوان اوكي فمثل ما شفتوا ما شاء الله حساسيه جدا جدا اسطوريه تصير على جميع الجوالات للعشرين للثلاثين للاربعين فريم يا اخوان مثل ما تشوفون حتى يعني الشحن تقريبا عندي 20% والتصوير مثل ما تشوفون كمان من داخل الجوال يعني الجوال رسميا فاطس ميت وما شاء الله شيء جدا اسطوري يا اخوان الله يسعد لكم جميعا حاليا اخليكم مع الحساسيه بشكل كامل راح اشاركها من هذا الحساب اللي حاليا انا عم العب فيه حساب القديم من هذا الجوال عشان تستفادون منها لايك للفيديو المهم اشترك بالقناه كمان اشترك كمان يا اخوان فضلا وليس امرا شرفوا على صفحتي الجديده للفيسبوك ربط الصفحه مثبته باول تعليق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اوصيكم بتقوى الله اخليكم مع الحساسيه سلام